اهلا بحضراتكم مشاهدينا متابعي تلفزيون يوم السابع في كل مكان من مقر انعقاد جلسات الحوار الوطني. واليوم جلسه خاصه للجنه التعليم والبحث العلمي التابعه لمجلس امناء الحوار الوطني، وهي جلسه لمناقشه مشروع قانون خاص ومحال للحوار الوطني وخاص بانشاء المجلس الوطني الاعلى للتعليم والتدريب بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهوريه. هذا هو محور جلسة اليوم، ومعناه بمنتهى البساطة أن اليوم ستجتمع كافة القوى السياسية وخبراء التعليم لمناقشة مشروع القانون المحال لمجلس أمناء الحوار الوطني بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية، وهو إنشاء مجلس وطني أعلى للتعليم والتدريب. الهدف من هذا المجلس هو توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله، أيضا تحقيق التكامل بينها والإشراف على تنفيذها. لماذا؟ لربط مخرجات التعليم بكافة متطلبات سوق العمل محليا ودوليا، وأيضا للعمل على النهوض بعملية البحث العلمي. إذن هي جلسة هامة وخاصة بلجنة التعليم والبحث العلمي. في حالة التوافق على مشروع هذا القانون سيعتبر أحد مخرجات الحوار الوطني، يتم رفع التوصية لمجلس أمناء الحوار الوطني ويتم رفعها للسيد رئيس الجمهورية لتأخذ مسارها الطبيعي إلى مجلس النواب. وهنا بالتحديد من هذه النقطة أريد أن نتحدث عن نقطة هامة أو جزئية هامة كان تحدث عنها السيد ضياء رشوان الكاتب الصحفي والمنسق العام للحوار الوطني، وهي أنه لا يمكن اعتبار الحوار الوطني بديل عن مؤسسات الدولة مثل البرلمان أو الحكومة، عن مؤسسات الدولة، لكن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، ومن حق رئيس الجمهورية أن يوجه بتنفيذ أي توصيات بشكل مباشر. أيضا نقطة هامة كان أشار ليها الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام لهذا الحوار الوطني عقب انتهاء جلسات الأسبوع الثاني، أن كل الآراء تطرح بحيادية تامة وبحرية تامة في جلسات الحوار الوطني، الآراء تقرم بورقة عمل مكتوبة، يتم بلورث هذه المقترحات عبر المقررين والمقررين المساعدين، تعالج هذه الأفكار قانونيا ودستوريا قبل رفعها للرئاسة. إذن نحن اليوم بصدد إصدار أو الوصول لاتفاق حول أول أو أحد مخرجات الحوار الوطني الخاصة بلجنة التعليم والبحث العلمي لمناقشة مشروع القانون الخاص بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب المحال من السيد رئيس الجمهورية وبناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية. إذن نحن مستمرين على مدار اليوم لمتابعة فعاليات هذه اللجنة الخاصة، ومستمرين في عمل تغطيات ولقاءات حصرية من تلفزيون اليوم السابع. أرجوكم انتظرونا في مزيد من اللقاءات على تلفزيون اليوم السابع، وإلى اللقاء.